جامعة بنها بالعبور. هي حرم جامعي لجامعة بنها، وموقعها الجغرافي ساعدها تخدم المناطق المجاورة ليها زي القاهرة الجديدة والرحاب ومدينتي وبدر والشروق، ومحافظات زي القاهرة والشرقية والقليوبية. لما تدخل مرحلة جديدة في حياتك تحاول تدور على فرصة لمستقبلك، تأكد ان مستقبلك بترسمه بايديك، واحنا في جامعة بنها هنساعدك. مقر جامعة بنها بالعبور قدم لك فرص كتيرة للمستقبل. اهلا بيك في مقر جامعة بنها بالعبور، عالم كبير من الفرص. جامعة بنها بتقوم على نظام البرامج مش الكليات، وهي برنامج حقوق انجليزي وتجارة انجليزي وبايوتكنولوجي التابع لكلية زراعة، وبرامج النانو والمايكروبيولوجي التابعين لكلية العلوم. برنامج علوم المواد النانومترية، البرنامج بيعتمد على نظام الساعات المعتمدة وبيوفر فرص عمل للخريجين منا في مجال إنتاج الطاقة وتخزينها وتصنيع الإلكترونيات الدقيقة، وبيدخل في مجال تصنيع الدواء وهندسة تكنولوجيا النانو. أما البرنامج الثاني هو المايكروبيولوجي أو الكيمياء الحيوية، واللي بيعتمد على نظام الساعات المعتمدة وبيوفر فرص عمل للخريجين مننا سواء في شركات الأدوية أو مصانع الأغذية. برنامج البايوتكنولوجي التابع لكلية زراعة بيعتمد على نظام الساعات المعتمدة، وعشان تقدر تسجل فيه لازم على الأقل تنسيقك يدخلك زراعة مشتقة. وهناك بيتم مقابلة شخصية للتسجيل في برنامج البايو، واللي بيهدف إن الخريجين يكونوا على أعلى مستوى في سوق العمل. عندنا في تجارة إنجليزي الدراسة 4 سنين عشان تاخد درجة البكالوريوس. البرنامج هنا هدفه انه يزودنا بالخبره الكافيه والمعرفه والمهارات اللي تساعدنا في سوق العمل عشان تقدر نوصل بيها لمرحله العالميه. برنامج حقوق انجليزي في جامعه بنها بالعبور بيتميز ان عدد طلابه قليل، وده بيساعد بدرجه كبيره على التفاعل بين الطلبه والدكاتره. الكليه هنا بتجهز الخريجين لكل متطلبات سوق العمل، واللي بتكون فيه مده البرنامج 4 سنين عشان تاخد درجه الليسانس. طالب عندنا هو الهدف، احنا بنهدف لانتاج طالب متعلم كويس متدرب كويس ومؤهل لسوق العمل. احنا كجامعة بنها فرع العبور عاملين مجموعة كبيرة من الاتفاقات الدولية مع كتير من الجامعات الأجنبية، منها جامعات في أوروبا ومنها جامعات في الصين، وقدرنا ان احنا نعمل معاهم شغل مشترك بحيث ان احنا نعمل درجات علمية مزدوجة. احنا هنا مش بنهتم بس بالطالب من ناحية الأكاديمية، لا كمان بنهتم بصحة الطالب البدنية والنفسية، وبنراعي ان هو يكون في الكامبس هنا عايش بحرية وبيتصرف بحرية، وفي نفس الوقت بنهتم بإمكانياته وتطوير مهاراته والترفيه بتاعه. هنا في جامعة بنها بنبدأ بنطور بنلهم مؤمنين بقدرتك بنساعدك تطور، بنقدر نشوف الحاجات اللي انت مش بتشوفها في نفسك. احنا بنستثمر دايما في طلابنا وبنقدم لك كل الفرص.